في ميرنا شفيق من قرية كفر عين رام الله، عمري 12 سنة. من زمان زمان كثير وأنا حابب إني أجي على الكتف، هاي أول مرة بيجي فيها. إجيت مع أختي وصحباتها، هن كانن عاملات رحلة بينهن وبين بعض، فأنا حبيت إنه الفرصة وحبيت إني أجي لأنه إلي كثير وحلو، والطريق كثير كانت متعبة، وعلمكم في إجراءات اليهود كثير إنه بتعبوا الواحد وبخليهم إنه، وحتى كثير إنه رفضوا ناس يدخلوا، رفض أمني وحشية كثير. بس لما الواحد يجي على الكتف بنسى كل شيء، بحب إنه يضل فيها. يعني أنا تمنيت إنهم يروحوا بصحبات خواتي وهذا، وأنا أضل هنا، يعني أضل لحالي. أول ما دخلت كنت كثير متوتر قبل لأنه كان في كثير يهود هيك، بس أول ما دخلت نسيت كل شيء. حلو، بحس الواحد إنه فراحة، زي هم مع صدره بكون حجار وبروح. حلو الواحد إنه يشوف بلد، وخصوصا إنه أنا إلي كثير، يعني ما أنا فلسطينية ومش زيها، فحلو الإشي كثير.